قانون جديد مع قوانين النجومية، وهذا القانون يتمثل بطلب العلم أولا، فالعلم أولا، قانون العلم قبل العمل، العلم قبل البدء بالتنفيذ والنشر. فالله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل أول آية في كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالله عز وجل قاعد يعلم الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكل هذه الآيات تؤكد على الإنسان أهمية القراءة قبل أي شيء. القراءة اليوم تغير مفهومها، ليس بالضرورة القراءة قراءة الكتب. أنت الآن وأنت تشاهد فأنت تقرأ، تقرأ مثل ما يقول لك قراءة لغة الجسد، قراءة الواقع والمواقف. هذا المعنى من القراءة، ليست القراءة النظرية. مشاهدة الأفلام التخصصية الوثائقية، الدورات على الإنترنت، الكتب، قراءة الكتب، اطلاع على اليوتيوب، التسجيل في قنوات كثيرة، الأوديو بوكس، الكتب الصوتية المسموعة وغيرها. كل هذه الأمور من معاني القراءة، وكلها تثقف الإنسان وكلها تعلم الإنسان. فتسلحوا بها، لا تصبحوا كسلاء أو تقومون بالاجتهاد دون العمل دون العلم. فهناك قصة، يعني جاء واحد فاز في مناقصة، قالوا له مبروك أنت فزت في مناقصة أنك تشيل الطعوس الصحراء وتحول الرمل هذا إلى رمل ينفع التحويل، لأن الرمل يتحول إلى زجاج بضغطه، فيبون يفتحون مصانع زجاج. ففاز بمناقصة أنه ياخذ احنا نسميها الطعوس، البعض يسميها بأشياء ثانية، هي عبارة عن كثبان رملية يجمعون الرمل فيها. فأخذ فريقه كله وراح وقاموا يدون بسرعة، يلا نبي بسرعة ناخذ الرمل هذا قبل لا ينتهي الوقت. فكل يوم عندهم محسوب بمال. فواحد من الموجودين يقول لهم وقفوا وقفوا، قاعد شو ذي مجنون صارخ، افصلوا افصلوا، هذا بكره عندنا اجتماع، ها يوم الثلاثاء الجاي ما فاضي لك الحين، يلا كملوا شغلكم. فرفض المدير انه يقابله. فلما جاء الثلاثاء وعطاه ورقه انهاء الخدمات، قال له ايش فيك انت قاعد تخرب شغلنا؟ قام قال له انتم قاعدين تاخذون الطقس الغلط. كان يبي ينبههم، فعليك بالقراءه والاطلاع، يجب ان لا تقوم بعمل شيء وتندم عليه في المستقبل، وتنشر أشياء وتندم عليها. وصل لدرجة النضج. وأحيانا هناك من الأفراد الذين أعرفهم أيضا لا يستطيعون التمييز متى وصل أو متى يصل إلى مرحلة النضج، فيتم طول حياته يأخذ دورات، يأخذ دورات، يأخذ في كل شيء في الحياة، فيقعد طول حياته يأخذ يأخذ يأخذ. ابدأ بالعطاء، انتهي من مرحلة الأخذ. المجتمع يتعطش لك، المجتمع يحتاجك، فعليك بالعمل، لا تكتفي فقط بتاخذ تاخذ تاخذ، وإنجازك قليل للبشرية. فإن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا القانون، وهو قانون اقرأ، قانون العلم أولا، قانون العلم.